السلام عليكم، ازيك يا هندسه؟ يابا حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك دلوقتي بتعمل ايه؟ بطلع الرش شوت لايف. كويس. اللي حضرتك فاتحه بقى ده؟ انا جديد بطلع من البروتكشن اير. كويس. عندي مساحه الاوضه ثم انا بقى بشوف المانيوال نفسه. كويس. وده ايه بقى بالظبط؟ شرط من عندي 18.6 ده البروتكشن اير بتاعتي يعني. تمام. وانا عندي مساحه الاوضه 11.4. تمام. دي رش شويه. كويس. مساحه الاوضه عندي 3.8 و3. تمام. هنا دي الرشاش واحد. تمام. شوفوا المينيمم هيبقى حقق عندي 3.3 هنا دي واحد وشويه. حضرتك شغال على المشروع ايه دلوقتي؟ شغال على المشروع ايه دلوقتي؟ كويس. بالتوفيق. بالتوفيق يا هندسه. عشان ده الرش برضه. شلون صحتك كمان؟ منور. برافو عليك. ازيك يا هندسه؟ تمام. اخبارك ايه؟ طمني عليك. اسم حضرتك؟ محمد سامي. شلون صحتك محمد؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ بعمل نبوذ على انت اللي عامل ده كله لوحدك؟ ده؟ ده ايوه كله لوحدك؟ ما شاء الله ما شاء الله يعني كل ده كده لوحدك؟ ما شاء الله. كويس. طب ما تدينا يا هندسه بقى بيانات حضرتك، ممكن حد يشوفك دلوقتي يقول لك انا عايز اشتغل. ايه رايك؟ اسم حضرتك ايه؟ باشمهندس محمد سامي. باشمهندس محمد سامي، ممكن حضرتك السي في بتاعتك بقى فيها مشاريع دلوقتي؟ ان شاء الله طبعا. جاهز تشتغل عند اي حد؟ ان شاء الله. في اي مكتب؟ ان شاء الله. وتوزع السبرينكلر بالوضع ده؟ ان شاء الله. كويس. بالتوفيق. ماشي. هندسه ده ايه ده؟ ده الكود NFP 13. NFP 13؟ نعم. كويس. حضرتك بتاخد منه ايه بقى؟ بطلع ال protection area sprinkler. تمام. عشان اوزع برضه في الغرف بتاعت المستشفى. كويس. شغال مشروع مستشفى في شغل كتير. كويس. بالتوفيق. السلام عليكم يا هندسه. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. شغال في مشاريع؟ اه. كويس. مستشفى برضه ده NFP 13. كويس. بطلع منه بروتكشن اريا برده عشان اوزع بيها الرشاشات والسبرينكلر. ما عندناش حاجه اسمها بيقولوا خدها بكذا والكلام ده، ولا كله بالاكواد وبتاع؟ كله بالاكواد. مفيش حاجه خدها بخبرتي ولا حاجه. ماشي. لو في ان شاء الله. شو اسمه محمد؟ احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ المحاضره توزيع الرشاشات على الكيت. احنا خلاص بقى خدنا ال NFPA وال خدنا القوانين اللي احنا بنوزع بيها من التيبلز طبقا للتصنيفات بتاعه درجات الخطوره، وعرفنا نتعامل مع كل مبنى ازاي، نحدد درجه خطورته، نطلع المعلومات بتاعته من NFPA 13 ونبتدي نوزع طبقا للمساحات اللي المعماري حاططها. كويس. ما شاء الله. بالتوفيق يا باشمهندسين. حد ندمان ان هو جاب المهندسين؟ حد ندمان يا شباب؟ حد ندمان؟ شرفتونا ونورتونا. بالتوفيق. السلام عليكم.